السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة في هذا النهار. يا ربي يلا دخلنا، كنا خارجين الجو بارد ما نعاودش لكم، كاين الشتاء كاين البرد. جيت فيا الجوع، كنبغيش ناكل برا، كندور تنعيا وكنرجع جيعانه للدار. المهم غندير واحد الوصفه سريعه زوينه غتعجبكم كاملين غديوه، يعني سوستانسيوزه غنيه بزاف فيها كلشي وفي نفس الوقت سريعه ديال الزربه ملي يكون فيكم الجوع. هانتوما درت هنا غير كاس ديال الحليب وغادي نضيف ليه هنايا واحد البيضة، نشوفوها بعدا واش مزيانة سي، وغادي نديرها هنايا بسم الله. اوكي تندير كلشي هنايا باش نربح الوقت وما نوسخش الماعن بزاف. غندير معاهم واحد شويه ديال المليحه وغادي ندير معاها اوريغانو، انا اللي كيساعدني في الهضم، اولا الزعتر ممكن ديروا اللي بغيتو نتوما، اللي كتاكل الحار ممكن دير الحار، اللي بغات البابريكا ديرها، اللي بغات اي حاجه ديرها. انا غندير غير هادو وغادي نخلطهم مزيان هنايا باش ما نبقاش نطرب بالطراب الكهربائي ولا بالطراب الاخر. غندير ليهم غير هكا، هانتوما غنخلطها هكا مزيان صافي. ما تقولوا دابا غتخلطات هاد الكميه هادي، غنزيد عليها جوج معالق ديال الطحين، جوج معالق ديال الدقيق. انا ما عنديش، عندي غير هاد الدقيق، هذا هو اللي متوفر عندي ديال النخاله بالدقيق الكامل، ها هو شفتو معايا. غنشدو غادي نغربلو غير شويه، غندير جوج معالق ولكن دابا مع فيها من النخاله غنحاول بعدا نغربلو وعاد نشوف. اوكي نغربلو بحال هكا، ها تيطيح ليا الدقيق لتحت والنخاله تتبقى هنايا، ولكن راه النخاله كتهبط عاوتاني حتى لتحت، فهو كتبقى قليله. خلي هذه هنايا وغادي ندير جوج معالق، هانتو بسم الله، ها وحيده جوجات صافي. وغادي نخلط عاوتاني كلشي مزيان هكا. هاد الدقيق ما تيشرب، درت انا غير جوجات، الا درتو شي دقيق ما فيهش النخاله ديروا اكثر من جوجات، ديروا حتى ثلاثه صافي. وغندير معاهم دابا واحد شويه ديال زيت الزيتون تقريبا غير شي معلقه. صافي غنخلط عاوتاني دابا مزيان. اوكي غنخوي هاد الدقيق، غادي نحيدو نرجعو هنايا نقاد هادشي، نخوي هاد الدنيا حدايا. وفي نفس البول اللي كان فيه الدقيق درت هنايا غير جوج حبات ديال الزازر، اي خضره متوفره عندكم اللي كتكون سهله يعني في الطياب دغيا. غندير هاد جوج حبات ديال الزازر صغيوري، غادي نشدهم وغادي نحكهم هنايا مع واحد القرعه، ها هي جوجات ديال الخيسو اولا الجزر وقريعه، غنزيد الحب الاخرى حتى هي، غنكملها وغادي نوري لكم كلشي صافي. هنا وتنضيف عليهم واحد أربعة الحبات ديال لي طوماط صغير ولا غير شي وحيده كبيره الا كانت عندكم. غندير لهم هكا، نقطع كل وحيده نقسمها على جوج وكل واحد كنقسمو عاوتاني على أربعة، درت أربعة الميطيشات صغار صافي. هنا من بعد ما كملت هادشي ندير فيه واحد شويه كيكه ديال المليحه لان ما درتش بزاف تما، وهذه تنزيد نخلطها التخليطه وغادي نخوي كلشي هذا الخليط هنايا بهذا الشكل هذا. نحاول نهبط كلشي مزيان صافي، تنخلطو دابا هنايا نخلط هذا الشيء كله هكا. ودرت واحد المقله تسخن راهي درتها هنايا، غندهنها بشويه ديال الزيت هاد الكميه راه ديال جوج الناس، هادشي اللي درت انايا هنايا على حساب جوج الناس صافي. وغادي نهز دابا بسم الله، تنهز هكا غادي نحاول نوضعو هنايا نبلعو كلو هاد القايله هادي ونقص عليها النار. نخليها دابا حتى تتشد ليا راسها ونوريها لكم الجهه الاخرى. تنحاول نقلبها، باش نقلبها كنديرها في واحد الطبق هكا وكنقلبها بهذا الشكل هذا في الطبق مباشره صافي. غنخليها دابا طيب ليا من الجهه الاخرى صافي. هنا من بعد ما تنخرج الاولى، ها هي وضعتها هنايا، وتتجيبوا اللي متوفر عندكم. انا عندي هنايا الجبن غادي نحاول نوضعه هكا هنايا، خلي النص الاخرى هكا
وكندير فيها هاد السبانخ الى عندكم السلطه، وندير ليها هكا وريقات ديال السبانخ، وندير ليها الطون، نبتدي الطون حتى هو. اوكي نحاول ندير ليها هنا نطفي على هادي، ها هي وجدت فيك. نقادها هنايا ممكن شتو سريع الطباسل درتهم فاردين درت كل واحد من بلاد لان فيا الجوع صافي بغيت غير ناكل. هانتوما تتعمروها باش ما بغيتو نتوما. ندير ليها الجبن، الجبن تاع هو ديال الطاليجو، هذا ديال كريشوني هذا، وهذا طاليجو صافي. وغادي ندير ليها حتى هي السبانخ. ديروا اللي متوفر عندكم نتوما اي حاجه. وغندير واحد لاطيزان دابا غنحطها حتى هي، والطون نزيد واحد شويه الجوع راه عدو هذا في الجوع اللي تاع كنزرب هنا صافي. بقى لي غير شويه الزيتون بغيت نديرو، جبت واحد جوج ديال لي تيزان ديال المورينغا، ها هي وليتها لكم داك ديك المره فاش درت كاع التحضيرات ديالي ديال البرد. زوينه بزاف كنشربها مع الحال بارد، نفضل شي حاجه سخونه. واخا ترى جاكم انت وجدت في العصير ديال البرتقال، راه هو دايروا ليه في لابابو بغا يغسلو. صافي غنخليهم دابا هنايا حتى يتلقوا واحد شويه، وانا الا بغيتوا هادو طويوهم ممكن تنيوهم تيجيكم بحال الشكل ديال الطاكوس، تتنيوها على جوج وتتعضوا. هنايا نفضل غادي نخليوهم هكا حتى عرفتوا الرائحه خارجه ديال المورينغا بحال الحنه تجيب لي يلاه انا غير الحنه صافي. ندير لها شي زويتينات حتى هما هنايا، تديروا اللي بغيتو نتوما، تيكون الاختيار ديالكم في الحشو ديالها واللي متوفر عندكم. حلو الثلاجه داكشي اللي لقيتوه ديروه فيها. انا هادشي اللي كاين دابا هو هذا، الله يجعل البركه، اكثر من هادشي ما كاينش. راهم دابا جد غنيات بزاف هكا. كمل هاد الزويتينات حتى هما نحيدهم. هاد الزيتون راه مرقده في الدار معكم ديال هاد العام هذا، هو هاد الزيت ديالو ما كنرميش كنخليه، غادي نطيب به شي حاجه ولا ندير به شي حاجه. بقى واحد الزويتينه هنا ها هي، والتيزان ها هما واجدين. نتمنى تكون الاعجاب ديالكم هاد الغديوه السريعه والطبيصلات مفردين بالتيزان سخونه. وشجعتكم القناه، والى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش لايك وبارطاج. مع السلامه.